سليم ما ادهاش لحد مقابل كان ممكن يخلص في مرمى، لكن استلام بشكل حلو قوي جوزيف جوناثان نجوم يعمل دوران ويلف عرضيه حلوه مع شد موجود، وحكم المباراه وقفته برؤيته وبزاويته تحكم له. قال محمود ناجي كحكم فار رئيس بيعاونه يارا عاطف كحكم فار مساعد في مباراتنا النهارده. ادي عبد الكبير الوادي والدفعه اللي في ظهره هنتابعها مره ثانيه. عبد الرحمن بودي فيما بينه وما بين عبد الكبير الوادي هو قال لك الدفعه في الاول قبل ما تبقى في ظهر عبد الرحمن رمضان بودي في ظهر عبد الكبير الوادي على دي مش لقطه ركله جزاء، لكن الدفعه في ظهر احمد بالحاج. او الدفعه في ظهر عبد الكبير الوادي من احمد رمضان بيكهم عليها الانذار، وحكم المباراه قراره سيادي بدون عوده للفار صبحي العمراوي قال لك ركله جزاء وتم التصديق من محمود ناجي ويارا عاطف. اذا مع الدقيقه 9 من احداث الشوط الاول من عمر المباراه ركله جزاء تحتسب لصالح مودرن فيوتشر، وهنتابع تنفيذ اللي كسب ركله الجزاء والدفعه كانت في ظهره هو اللي هينفذ ركله الجزاء دلوقتي المغربي عبد الكبير الوادي صاحب ال 31 سنه. هنتابع لسه بتكلم عنه وعن حركيته وتقله في الثلث الهجومي لمودرن فيوتشر. عبد الكبير الوادي ومحمد بسام، عبد الكبير يحط الكوره بهدوء وبثقه الكبار على شمال محمد بسام، يحط الكرة في اجمل صورة يخلص الهدف الاول لمودرن فيوتشر مع دقيقة 12 من احداث الشوط الاول من عمر المباراة. 1-0 مودرن فيوتشر يتفوق، الضيف يتفوق على ارض الملعب، ركلة جزاء كسبها عبد الكبير الوادي وخلصها بالاتقان والتقنية الكافية عبد الكبير الوادي علشان يسجل حضور مودرن فيوتشر بالشكل المؤثر واللعب على الثلاث نقاط. وقلنا يقول لك لو ما فزتش على سيراميكا كليوباترا هفوز على مين؟ غريم مباشر، اخلص ثلاث نقاط اوقعه واطلع انا في ترتيب جدول الدوري. عبد الكبير الوادي ما حطش مطرقه لكن موجهه وفي وقتها يخلص، كره توجع شباك محمد بسام شباك سيراميكا كليوباترا.